احب اتكلم مع حضراتكم في جزئيتين. احمد اسامه الشاب الاهلاوي الجميل اللي حضراتكم شفتوه معايا امبارح، يعني عمل ردود فعل جميله قوي في الشارع الاهلاوي عموما، وانا كنت قاعد مستمتع بيه جدا جدا امبارح، كنت قاعد بتفرج عليه وبسمعه زي حضراتكم بالظبط وانتوا بتتفرجوا علينا. نموذج مشرف، شاب عنده من الاقناع ما يكفي ان هو يقنع اي حد، لانه بيتكلم بمستندات وبيتكلم بادله وبيتكلم بفيديوهات وحقائق قدام حضراتكم بتشوفوها. اللي طلعنا بيه ايه امبارح من الحلقه دي؟ في زي احمد اسامه شباب زي الفل كتير جدا، يعني ربنا يكترهم. الاهلاويه حاجه لا توصف بصراحه، والشباب اللي بيجوا هنا معايا مش عايز اقول لكم انا عن نفسي فرحان بيهم قد ايه. ان شاء الله يكون ليهم دور رئيسي معانا، وان شاء الله يشرفونا على طول في قناه النادي الاهلي في السياسه المتبعه يعني. لكن اللي نطلع بيه، انا قلت له امبارح، اكيد حضراتكم كنتوا فاكرين الحوار اللي تابعوا الحوار، قلت له انت بتقول الكلام مش للاهلاويه، لان الاهلاويه حتى اللي مولود لسه عمره ما هيصدق اي كلام سلبي عن النادي الاهلي. لكن هو قال لي احنا بنذكر بس الاهلاويه، لكن الاكيد واللي انا عايز ااكد عليه ان هو قال يعني للناس اللي دايما بتالف كلام وبتبتدع كلام وبيصطادوا في الماء العكر على طول، ويعني مش عايز يعني نتكلم اكتر من كده، قال لهم اخرسوا، احنا عندنا حقائق مستندات وفيديوهات والناس اتكلمت، موضوع الاسماعيلي وموضوع التهجير وموضوع مش عارف مش عايز اتكلم فيها تاني بصراحه، ماسونيه ومش ماسونيه يعني بصراحه انتوا بقوا شكلكوا ايه قدام جمهوركوا، حتى قدام الناس اللي بتحبكوا، حتى لما بتقعدوا تقولوا افتراءات واكاذيب وبتحلفوا يعني حاجه انتوا اللي بتصدقوا نفسكم بس لكن شكلكم قدام الناس بقى وحش جدا، وهيبقى وحش اكتر واكتر، لان في التاريخ لنادي الاهلي تحديدا زي ما قال اسامه امبارح، مش عايز اخد حقه في حاجه بصراحه، كل حاجه بجلسات. لما تقعد تفتكر انت الناس دي اللي من اول ما مسكوا النادي الاهلي او قالوا فكره النادي الاهلي، كل حاجه مدونه بجلسات وصور، فما فيش مجال للشك. فيعني دي كانت جزئيه عايز اتكلم مع حضراتكم فيها. احنا الكلام ما كانش معظمه للاهلاويه، انا عارف الاهلاويه عمرهم لا كانوا ولا هيكون ان هم يصدقوا اي حاجه سلبيه عن النادي الاهلي، ودايما بنقول مبادئ وقيم واخلاق مش كلام، دي افعال حقيقيه. يعني احنا بنقول مبادئ بيبقى في افعال حقيقيه فعلا بيعملوها مجسده في شخصيات اللي بتمثل النادي الاهلي في اي زمن بصراحه، في اي زمن. شفتوا اول ما الكابتن محمود خطيب تولى المسؤوليه، الاول كابتن ويا كابتن والاخر لا سقفنا، لان الراجل عارف القيم اللي ماشي على النادي الاهلي، وقبل كده وقبل كده وقبل كده. فالموضوع موضوع افعال لا اقوال، ما ينفعش انا اقعد اشتم واجي بعد كده تصدقني، او اطلع مثلا في مؤتمر اتكلم عن الفضيله والاخلاق، مش هتصدقني خالص، مش هتيجي معايا خالص. اتكلمنا عن التعصب واتكلمنا عن النادي الاهلي، ما ينفعش يبقى طرف من اطراف تعصب في اي مكان. يروح يتكلم ازاي ننبذ التعصب، ازاي نبعد عن التعصب، ازاي انا اصدر كل حاجه كويسه كقيمه رياضيه للشارع الرياضي، لكن انا ابقى طرف في تعصب، موضوع صعب جدا اتكلم.